الو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض زبدة البرتقال، وهعملها بمكونات حلوة جدا وهتكون ناعمة جدا على الجسم، وكمان ريحتها هتبقى عطرية جدا. انا بحب اعمل المكونات بتاعتي متكلفة شوية، وهي تعتبر كلها يعني منتجات فاخرة اللي انا بعملها، وطبعا تجارية بس لاكجري. مش بحاول ابدا ان انا اشيل مادة غالية واحط بدلها مادة رخيصة. اللي عايز يعمل منتجات بجودة عالية جدا يتبعني. اول حاجة انا هبتدي بالتور المائي، والتور المائي انا استبدلت فيه الماء المقطر بماء الورد وماء زهر البرتقال، وكمان هضيف عليه كمان ماء الصبار وطبعا الجليسرين. اول حاجة ماء زهر البرتقال انا خدت منه 167 جرام فاصلة 7، وانا استخدمت النوع الغذائي بجيبه من السوبر ماركت، ماركة لبناني كده اسمها شطورة. طبعا على حسب البلد اللي انتوا فيها تقدروا تستخدموا الانواع اللي انتوا عايزينها، واللي عايز يستخدم ماء مقطر يعني براحته مفيش مشكلة. ماء الورد برضو انا استخدمت النوع الغذائي واخدت منه 200 جرام. ماء الصبار اخدت منه 120 جرام فاصلة 2. ماء الصبار انا جبته من مصنع الابجي، وطبعا على حسب البلد اللي انت فيها بتفتحي النت وتشوفي المنتجات متاحة فين. الجليسرين طبعا علشان مرطب هستخدم منه 56 جرام فاصلة 6. الطور الزيتي هاخد 85 جرام من زيت الافوكادو، وده انا جبته من مصنع الابجي اللي انت عندكم تحت في صندوق الوصف. ده بالنسبة للناس اللي من القاهرة يعني. وهضيف عليهم 42 جرام فاصلة 5 من زبدة الكاكاو. أضيف عليهم 28 جرام فاصلة 3 من زبدة الشيا. هضيف عليهم 28 جرام فاصلة 3 من الإي واكس. الاي واكس انا استخدمت نوع اسمه ريم برو، ده شكله انا جايباه من ساكو، اللينك عندكم في صندوق الوصف طبعا. هضيف 14 جرام من حمض الشمع اللي هو الستيريك اسيد. وده التور الزيتي بتاعي، وهاخد بقى التور المائي والتور الزيتي الاتنين على حمام مائي علشان يدوبوا.
هبدأ أضيف المية علشان الحمام المائي عشان الإذابة، وأهم حاجة إن أنا أغطي لغاية لما المية تبقى مغطية الخط بتاع الشموع بتاعي علشان تدوب كويس، دي أهم نقطة. شايفين هنا غطت خلاص الخط بتاع الشمع، الخط بتاع الشمع اتغطى. هنقلها بقى على نار مباشرة. معلش هرجع انقله لتاني مرة لسببين، انا محتاجة اشتغل في بيكر اوسع شوية، ومحتاجة كمان درجة الحرارة تنزل اسرع، لان انا خايفة علشان فيه سياريك اسيد، فخايفة ان هو يحبحب معايا. درجة الحرارة زي ما انتوا شايفين هنا 39، يعني اقدر اضيف التور البارد، لان التور البارد بيضاف على درجة حرارة 40 زي ما انتوا عارفين. هنا انا حابة اشرح لكم حاجة، انا هضيف 22 جرام فاصلة 3 من خلاصة اليوسفي اللي هو اليوستافندي، وده انا عملته بنفسي، بس انا ما صورتوش مع الاسف، لان هو يعني بياخد وقت طويل قوي ونسيته بقالي حوالي 7 اشهر او كده، فلما لقيته عندي كنت شايلاه في الدولاب طبعا عشان الخلاصة بتتشال في مكان ضلمة، فرحت جدا بيه. بصوا بقى انا عملته ازاي. قشر اليوستافندي من موسم اليوستافندي اللي في الشتاء اللي فات، كنت مقشراه ومقطعاه شرايح، حطيته في العبوة دي، وضفت عليه 70% كحول 96 و30% جليسرين، هي دي الطريقة بتاعتي، وشلته بقى في الدولاب الضلمة ده ونسيته بقى، مش عارفة بقى 6 اشهر 7 اشهر حاجة كده. وبعد كده صفيته. هو كان ممكن ان انا ما اضيفش مادة حافظة، بس انا موسوسة شوية، فروحت حط عليه جرام بس من صربات البوتاسيوم، وده غذائي. فانا هاخد من الخلاصة اللي انا عملتها دي 22 جرام فاصلة 3، ريحتها جميلة جدا جدا جدا، يعني زي ما تكون زيت اساسي اليوستافندي، يعني حلو قوي بجد. والخلاصة دي غنية طبعا بفيتامين سي، وبتساعد ان على تفتيح الجسم. هضيف كمان 4 جرام من الفيتامين اي. الفيتامين اي هيحافظ لي على الزيوت بتاعتي من الاكسدة. زيت البرتقال انا جبته من مصنع الابجي، واخدت منه 10 جرام من زيت البرتقال، وهضيف عليهم 3 جرام من زيت القرنفل، وبرضو جبته من مصنع الابجي. وهضيف عليهم 4 جرام من الشيري كارنال اللي هو زيت الكرز الكريز، وده انا جبته من شركة نفرتاري. هضرب المكونات بتاعتي ببعض بالهاند بلندر. هضيف بالظبط جرام من اللون المايكا البرتقاني عشان يليق على الزبدة بتاعتي، بما ان هي يعني كريم زبدة البرتقال.
هضيف المادة الحافظة بتاعتي فينوكسي إيثانول، وخدت منه 3.5 جرام. ضفت فاصلة 7 من البيوكرول WS1 مانع تعفن. البلاد اللي ما فيهاش البيوكرول WS1 وعايزين تستخدموا زي فينوكسي إيثانول ممكن تستخدموا معاه نفس النسبة ميثيل بارابين. دلوقتي انا هغطي الكريم بتاعي واسيبه يهدى خالص عشان الفقاقيع دي تروح ويتقل، واوريكم قوامه بعد ما يبرد خالص هيبقى شكله عامل ازاي. ده قوام زبدة البرتقال بعد لما درجة الحرارة نزلت تماما والفقاقيع يعني خفت. ده كريم زبدة البرتقال حلو جدا في تفتيح الجسم علشان خلاصة المندرين اللي هي خلاصة اليوسفي أو اليوستفندي اللي أنا استخدمتها مليانة طبعا بفيتامين سي. الكريم ده زبدة البرتقال يعني مرطب عالي جدا كمان طبعا، ده للجسم بس مش للوش عشان الزبد بتكون تقيلة شوية على الوش. الحاجات المصنعة منزليا أنا بحب أقول عليها 3 أشهر علشان أبقى في السيف سايت، بقول 3 أشهر من تاريخ فتح العبوة. لكن لو العبوة مقفولة ما فيش هواء ما فيش استعمال ما فيش أي حاجة ما اتفتحتش ممكن تبقى 6 أشهر. يعني المصانع الكبيرة اللي بيقولك الكريم مثلا مدة صلاحيته سنة أو سنة ونص أو سنتين، دول عندهم سيستم شغل تاني وعندهم سيستم تعقيم تاني، حتى السقف بيكون معقم يعني التعقيم بيكون من فوق ومن تحت. طبعا في البيت استحالة تقدري تعملي حاجة زي كده، يعني تعقمي الحيطان والسقف وكل حاجة صعب، احنا دوبك بنعقم السطح اللي احنا بنشتغل عليه. هبتدي بقى انزل في العبوة بتاعتي المعقمة بكحول ايثيلي 70 اللي هو بيتباع في كل حتة ده، ومتنشفة كويس، وابتدي انزل بالزبدة بتاعتي.